أهلا بكم. تذيل العراق قائمة التصنيف العالمي للحريات الصحفية للعام الجاري 2024 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود. وفقا للمنظمة فقد قبع العراق في المرتبة 169 من بين 180 دولة على مستوى العالم، مؤكدة أن الصحافة في العراق تواجه تحديات كثيرة تتمثل بآلة التخويف التي تمارسها السلطات الحكومية وأحزابها السياسية من جهة، والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى. وأشارت أن الأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحة تقوم بتهديد واعتقال الصحفيين الذين يكشفون ملفات الفساد أو مجرد يتحدثون عنها. التقارير الدولية والمحلية رصدت معاناة الصحفيين في العراق والمضايقات المستمرة وعدم إصغاء الحكومة لمعوقات العمل الصحفي ومحاولات الترهيب والتنكيل وبث الرعب في نفوس الصحفيين بهدف إخضاعهم إلى ما تسعى له حكومة السودان وغيرها بالطبع من الحكومات المتعاقبة التي سبقتها في تمجيدها ونفخ منجزاتها الهشة وإيقاف معارضتها، مع استمرار الميليشيات بالانتهاكات والملاحقات غير القانونية وكبت حرية الصحافة في العراق وقمعها. نتساءل في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لماذا العراق من أخطر البلدان على الصحفيين في العالم وخاصة بعد 2003 وحتى الآن؟ وما له المصلحة في قمع حرية التعبير ونقل الحقيقة إلى الناس في الداخل والخارج العراقي؟ وما تداعيات استمرار اغتيال حرية الصحافة في العراق؟ أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة لمناقشة هذه القضية، كل من الأستاذ أحمد العلواني الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ أحمد. وأرحب بالأستاذ أهلا بك أستاذ أحمد. أرحب بالأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر ضيفي عبر سكايب أيضا. مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم ومشاهديكم الكرام وضيوفكم الأعزاء. حياكم الله. ورحبا بالأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين ضيفي عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ معاذ. مرحبا بكم وحياكم الله وحيا الضيوف الكرام. إذن نشاهد سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. وتدهور خطير في ملف الحريات بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص يكشف حقيقة حكومات ما بعد الاحتلال وحكومة الإطار التنسيقي الحالية، حيث يتفاقم القلق المتصاعد جراء ارتفاع وتيرة الأحكام القضائية وأوامر القبض والاستقدام والحكم الغيابي ضد الصحفيين وفقا للقوانين التعسفية. العراق تذيل قائمة التصنيف العالمي للحريات الصحفية للعام الحالي 2024 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود. ووفقا للمنظمة فقد قبع العراق في المرتبة 69 بعد 100 من بين 180 دولة على مستوى العالم، مؤكدة أن الصحافة في العراق تواجه تحديات كثيرة تتمثل بآلة التخويف التي تمارسها السلطات الحكومية وأحزابها السياسية من جهة، والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحة تقوم بتهديد واعتقال الصحفيين الذين يكشفون ملفات الفساد أو يتحدثون عنها. فيما أشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن السلطات الحكومية في العراق لا تزال منذ عام 2003 تستخدم الملاحقات القضائية لترهيب وإسكات الصحفيين والناشطين والمعارضين. هذا وقد حذر عاملون في مجال الصحافة في العراق من تصاعد الانتهاكات التي تطالهم خلال عملهم اليومي نتيجة النهج العدواني المتبع لدى حكومات ما بعد الاحتلال والحكومات المتعاقبة والميليشيات تجاه حرية التعبير عن الرأي. التقارير الدولية والمحلية رصدت معاناة الصحفيين في العراق والمضايقات المستمرة وعدم إصغاء الحكومة لمعوقات العمل الصحفي ومحاولات الترهيب والتنكيل وبث الرعب في نفوس الصحفيين بهدف إخضاعهم إلى ما تسعى له حكومة السودان في تمجيدها
ونفخ منجزاتها الهشة وإيقاف معارضتها، مع استمرار الميليشيات بالانتهاكات والملاحقات غير القانونية وكبت حرية الصحافة في العراق. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى، العراق يصفه صحفيون أنه جمهورية الخوف وجمهورية الموت بالنسبة للعمل الصحفي، لماذا العمل الصحفي في العراق من بعد العام 2003 يعد الأخطر في العالم؟ أحييك مرة أخرى ومشاهديك الكرام وضيوفك الأعزاء. الحرية في الحقيقة، هناك مثل يقال أو قول مشهور: إيه أيتها الحرية، كم من الجرائم ترتكب باسمك. هناك حديث كثير عن حرية التعبير وعن حرية الصحافة والإعلام في العراق، ولكن الحقيقة الذي نجده في العراق لا علاقة له لا بحرية التعبير والصحافة، ولا له علاقة حتى بمهنة الإعلام، وهي مهنة تؤدي رسالة وطنية وإنسانية واجتماعية حقيقية. الموجود في العراق هو حالة من الدعاية والإعلان، وهناك فرق كبير بين الإعلام والإعلان والدعاية. السلطات المتعاقبة في العراق لا تريد إلا من يسبح بحمدها ويرخم أو يهول من الأعمال التافهة في الحقيقة التي تقدمها، لأنها لا تقدم منجزا حقيقيا للمواطنين. ولذلك هناك تراجع كبير في مهنة الصحافة على كل المستويات، سواء في جانب المهني، وفي جانب أخلاقيات المهنة، وفي جانب القوانين، وفي جانب التعبير والحريات. كل هذه الجوانب تشهد تراجعا ملحوظا. هناك سلطات عديدة تحاول الاقتصاص من الصحفيين في العراق. هناك القضاء الذي هو سيف مسلط على رقاب الجميع، وليس وفق القوانين الحقيقية وإنما وفق القوانين الانتقائية. وهناك سلطة الميليشيات، وهناك سلطة المرجعيات الطائفية الإرهابية التي تصدر فتاواها بالقتل وبالتحريم وإلى آخره. اليوم لفت نظري منع أحد الكتاب والمحللين السياسيين من الظهور، وأنا أريد فقط أن أضرب من خلال هذا المثال مثالا على، أو من خلال هذه الحالة أريد أن أضرب مثالا على واقع الاستخدام السيء للقوانين والإجراءات الإدارية. هناك اليوم قرار بإبعاد أحد أو بعدم السماح لأحد المحللين السياسيين بالظهور في وسائل الإعلام العراقية بين قوسين، لأنها في الحقيقة لا تمت إلى العراق بصلة، وهذا أمر مهم يجب التأكيد عليه، أن هذه الوسائل الإعلامية لا تمت إلى العراق بأي صلة، لقلة أدبه ولإثارته الفتن الطائفية كما يقال. نحن منذ 21 سنة نشهد في كل وسائل الإعلام العراقية مسموعة مقروءة مكتوبة تراجعا كبيرا في الأخلاقيات، أخلاقيات المهنة، انحطاطا في مستوى التعبير، سوءا لاستخدام الحريات كما يقال، وبالتالي يعني إثارة للفتن الطائفية بدعوى استخدام الحريات، بينما لا نجد من يأخذ بحقوق العراقيين من هذه من هؤلاء الذين يحاولون إثارة الفتن الطائفية كل يوم عبر تصريحاتهم، عبر منشوراتهم، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو عبر وسائل الإعلام الحديثة. هناك فسحة هائلة ودعم كبير لمن يحاول إثارة الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأزمات في المجتمع، بينما من يتصدى لهؤلاء يجد نفسه تحت مقصلة القانون. لماذا يحللون على أنفسهم ويحرمون على الشعب؟ يعني عندما بعض الشخصيات السياسية تغير اسم تيار معين إلى تسمية طائفية هنا، ألا يدخل هو في مجال
يعني ترسيخ الطائفية ونشر الطائفية والحث على الطائفية في العراق، بينما يتهم البعض من المحللين السياسيين بوصفه لواقع معين أنه يروج للطائفية. هذا هو الذي تفضلت به، هذا هو المقصود في الحديث عندما نقول أنهم يستخدمون الإجراءات الإدارية والقوانين الظالمة كمقصلة توجه إلى من ينتقد أو يكشف هذه المفاسد الهائلة في العراق، بينما يسمح لسياسييهم وهؤلاء طبعا ليسوا سياسيين بالمعنى الحقيقي لهذا المصطلح، ويسمح لهم بإثارة الفتن وإثارة النعرات الطائفية وتخريب السلم الاجتماعي، كل ذلك مسموح له في العراق عندما العراق المحتل، عندما تكون الأصوات تنعق بالطائفية وبالإرهاب وبإثارة الفتن، فهذا يعني حق من حقوق. طيب في هذه النقطة اسمح لي أستاذ مصطفى، سوف أعود إليك إذا سمحت لي. أستاذ أحمد العلواني الكاتب والباحث السياسي، عندما نقول أن السياسيين في العراق يصفون فلانا بأنه طائفي ويصفون علان بأنه يثير الفتنة الطائفية، والبعض الآخر يتحدث عن أن العراقيين في نعمة فهم في نعمة الحرية، ولكن عندما نجد الواقع العراقي الذي ينقل الحقيقة كما هي يتم تصفيته أمام الكاميرات المنصوبة أصلا وأمام أنظار الناس، ويصبح الأمر أمرا عاديا، قمع حرية التعبير وقتل الصحافة في العراق وقتل العمل الصحفي، من وجهة نظركم يعني كيف ينظر السياسيين أو السياسيون إلى موضوع حرية التعبير أو الحرية؟ يعني هل ما ذكره مثلا عمار الحكيم عن أن العراقيين عليهم أن يشكروا النعمة التي هم فيها وهي الحرية، يعني كيف ينظر السياسيون إلى موضوع الحرية وحرية التعبير؟ نعم، السلام عليكم، تحية طيبة لحضرتك ولضيوفك الكرام ومشاهديكم الكرام. حقيقة أنه لا يوجد أي حرية للتعبير أو الصحافة في العراق قطعا. يعني إحنا العراق أول شيء راقبنا هذا التقرير، لا هذا التقرير أصلا يعني زين اطلع العراق 169 يعني الدرجة من أصل 80. احنا شاهدنا يعني العراق منذ 2003 لليوم فقد الكثير من الصحفيين وجميعهم بالقتل. هنالك احصائيه رسميه للمرصد العراقي لحريه الصحافه والتعبير، 500 صحفي قتلوا في العراق، وايضا سجل اكثر من 3800 قضيه تهديد للصحفيين والاعلاميين. احنا نتكلم عن صحافه حقيقيه، اما في العراق لا يوجد صحافه حقيقيه، وإنما توجد عبارة عن قنوات إعلامية تابعة للأحزاب. يعني حتى منح النقابة، يعني قانون النقابة لمنح الصحافة، يعني اليوم ما ممكن اليوم نمتهن مهنة الصحافة، يحتاج أنه مؤهل علمي مؤهل أكاديمي. يعني اليوم منح هويات ورخص للعمل بالصحافة داخل العراق، وهي يعني قسم من عندهم ضباط في الداخلية، وقسم من عندهم فاشينستات، وقسم من عندهم شخصيات يعني نقدر نقول ذات محتوى هابط على السوشيال ميديا تم منحهم. الحقيقة لا يوجد أي حرية، هنالك قمع. الصحفيين يتعرضون إلى نوعين من القمع. القمع الأول هو قمع الميليشيات، والميليشيات هي أذرع مسلحة للأحزاب يتعرض له الصحفيين، وأيضا القمع الحكومي. يعني اليوم احنا عندنا ماده قانونيه هي سيف مسلط على رقابنا، هي 226، الماده 226 هي يعني تتعارض مع الدستور العراقي. الدستور العراقي بالماده 38 يعني كفله بالماده بالفقره الاولى والثانيه حريه الصحافه، حريه التعبير، حريه النشر، وايضا هذه الماده 226 يعني عوقب بها الكثير من الصحفيين الذين لديهم مجرد ما انه نشروا حول الفساد، مجرد ما نشروا يعني او خرجوا في الاعلام وتكلموا عن الفساد وعن اداره الدوله السيئه. وهذه الماده تتعارض ايضا مع ماده الدستور 13 التي تمثل الدستور هو السمه الاعلى والقانون الاعلى للبلاد، ولا يجوز تشريع اي قانون يتعارض مع الدستور. أما في الحقيقة نحن في العراق لا يطبق القانون، وإنما هنالك سيوف مسلطة. يعني أنا أتفق مع الأستاذ مصطفى
يعني عندما تكلم انه يعني هنالك محللين سياسيين تم حجبهم قبل، يعني الاستاذ يحيى الكبيسي واليوم الاستاذ ناجح الميزان، لكن بالمقابل ما شفنا انه هيئه الاعلام والاتصالات تحركت حول ابو عزرائيل على سبيل المثال قبل كم يوم اهالي المؤسسه العسكريه، غير انه الكثير من القنوات الطائفيه يوميه تبث الكراهيه وتبث الحقد وتشجع على العنف. كل ذلك يعني هنالك انتقائيه ايضا في تطبيق القانون، فلذلك احنا لا يوجد عندنا صحافه حتى داخل العراق الذي يهدد يذهب الى مناطق اقليم كردستان للعمل الصحفي، وايضا هنالك تضييق لذلك يضطر ان يهاجر خارج البلاد. اغلب القنوات العامله داخل العراق هي تابعه للاحزاب وتحت ضغط، اما لا توجد اي قناه او اي صحيفه في العراق تصدر بشكل مستقل ويمكنها ان توجه الانتقاد للاحزاب والميليشيات والجماعات والعصابات المسلحه دون ان يتم يعني اضطهادها وقمعها. اما باقي القنوات والصحف جميعها خارج العراق، كنا احنا نعلم انه الحوادث والوقائع التي تعرضت لها القنوات ومراسلين، مجرد انه في الاعلام يخرج في ضيف في احد البرامج ويستفز الضيف الاخر بشكل طائفي ويتكلم هذا الضيف، ثاني يوم يتم حرق القناه وتهديد الكادر. لذلك احنا ما عندنا اي حريه. عمار حكيم هو احد الاحزاب ولديه مصالح في الدفاع عن هذا النظام، هذا النظام هو يقمع حريه التعبير والصحافه، وكنا احنا شفنا القتل الذي حدث للصحفيين والاعلاميين في ثوره تشرين وبعد ثوره تشرين، ولا زال الاعلاميين يعني يوميه يتعرضون الى الاضطهاد والمضايقه والاعتقال والتهديد. كل ذلك لا يوجد أخي العزيز، لا يوجد أي حرية للتعبير في العراق. هناك هذه نعم أستاذ أحمد العلواني، ابقى معي لو سمحت. البعض من العراقيين يتهكم ويقول هناك حرية في العراق كبيرة، هناك حرية سرقة أموال العراقيين، هناك حرية نشر الثقافات الإباحية عن طريق السوشيال ميديا، هناك حرية ضرب هوية العراق، هناك حرية نشر المخدرات، هناك حرية نشر سرقة الأعضاء البشرية، يعني هناك حرية وجود الميليشيات التي تعمل فوق أي قانون وفوق أي دستور، موجودة الحرية في العراق. اسمح لي فقط أن أرحب بالأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. أستاذ معاذ، يعني الآن العراق هو من أخطر البلدان على العمل الصحفي على مستوى العالم رغم وجود الحرية، لماذا برأيك؟ نعم، أجدد تحية لك أخي الكريم وللضيفين الأعزاء والمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني مثل ما تفضلتم في مقدمة البرنامج وفي التقرير الذي استمعنا إليه قبل قليل، على مدى السنوات الماضية العراق لم يغادر المراتب الأولى، إن لم يكن متصدرا لها قائمة الدول التي تعد فيها الصحافة مهنة خطيرة، في ظل تراجع ملحوظ بالحريات الصحفية في البلاد أسوة بالحريات الأخرى التي تتراجع شيئا فشيئا بتقادم الأيام وبمرور السنوات. الشواهد على هذا كثيرة، خذ على سبيل المثال جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أكدت مؤخرا أن العراق ما يزال من الدول الأكثر خطورة على العمل الصحفي. لماذا؟ بسبب الملاحقات والتهديدات والانتهاكات المتواصلة من جانب السلطة الحكومية والميليشيات تجاه الصحفيين العاملين في ميدان الإعلام. إذا نتذكر أن أواخر العام الماضي هذه الجمعية ذاتها وثقت في العراق قالت 256 انتهاكا ضد الصحفيين ووسائل الإعلام على مدار السنة في عموم البلاد. لماذا؟ قالت إن السلطات الحكومية انتهجت في هذه السنة استراتيجية جديدة لترهيب الصحفيين بالدعاوى القضائية والملاحقات القانونية والتوعد بالسجون والمحاكمات. إذا قرأنا هذا الرقم 256 انتهاكا على مدار السنة، نستطيع أن نستنتج أنه يوجد انتهاك واحد على الأقل تجاه العمل الصحفي في العراق كل 30 ساعة تقريبا. السلطات الحكومية في العراق وهي تواصل التضييق على الحرية الصحفية تسعى إلى إسكات الخطاب العام وتقويضه على نحو يعيق نقل الحقائق والمعلومات إلى الشارع العراقي، مما يجعل البلاد حاضنة للمخاطر التي يواجهها العمل الصحفي. هذا التوصيف العام يجعلنا أن ندرك شيئا من المنهجية التي تتبعها السلطات الحكومية في العراق.
بأنها تنظر إلى الصحفيين وإلى وسائل الإعلام على أنهم خصم من الواجب أن تواجهه، أو في أحسن الأحوال تسعى إلى اتباع منهجية تقوم على وجوب احتواء سلطة الإعلام والسيطرة عليها والتحكم بها، في حين الأنظمة السياسية المعتبرة والتي تحترم نفسها تتخذ من الإعلام جزءا أساسيا من المجتمع، لأنه الواسطة والوسيلة التي تربط بين أداء السلطات وتقييم المجتمع لهذا الأداء. طيب، لما يكون أداء الحكومات مخزيا على الأصعدة كافة، فمن المؤكد أن ينتفض المجتمع ويعبر عن سخطه ومعارضته لهذا الأداء. لهذا تعمل السلطات في العراق على أن تقطع ما استطاعت جميع طرق إيصال هذه الحقائق إلى الجماهير. المخاوف تتزايد بشأن التراجع الكبير في الحريات الصحفية في العراق، لأن السلطات لا تكتفي فقط بقطع طرق إيصال المعلومة إلى المتلقين، بل تمارس إجراءات عقابية تجاه الصحفيين والناشطين. هذه الإجراءات تنسجم مع الطبيعة التي جبلت عليها الأحزاب والميليشيات التي تهيمن على الحكم بنمطها الاستبدادي والإقصائي، وذلك كله يجري بالتوازي مع اتساع ظاهرة الإفلاس من العقاب. إذا نظرنا إلى واقع الحال في العراق، نجد أن الميليشيات وأجهزة الأمن والشخصيات التي تورطت بالانتهاكات كلها جميعا ما زالوا في حالة حرية وعلى بعد شاسع جدا من المساءلة، بل إن المؤشرات تؤكد أن قتلة الصحفيين لا زالوا بمأمن من العقاب بواقع إفلات 9 من أصل كل 10 حالات وفقا لما وثقه من قبل مرصد الحريات الصحفية. لدينا قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في تقاريره الدورية السنوية دائما ما يرصد حالات الانتهاكات وحالات الإجرام بحق الصحفيين وحالات إعاقة العمل الصحفي بمختلف الأدوات ومختلف الوسائل. دائما ما يرصد قسم حقوق الإنسان ما تصرح به المنظمات الدولية والمنظمات المحلية وحتى الأقليمية التي صرحت علانية بأن شخصيات سياسية وعسكرية وجهات متنفذة على مستوى وزراء ونواب ورؤساء أحزاب في حكومات بغداد المتعاقبة تورطوا في قمع الصحفيين واستهدافهم بطرق مختلفة، ومن بينها التهديد والقتل والتغييب. وإذا أردنا أن نعود بالذاكرة قليلا بضعة سنوات، جميعنا يتذكر حينما ركضت أحزاب السلطة الحكومية لاهثة وراء التصويت في مجلس النواب على ما يسمى قانون الجرائم المعلوماتية، الذي أريد له أن يمر أو أن يقر في ظل ظروف سياسية واجتماعية مضطربة يعاني منها العراق، رغم أن تداعيات هذا القانون بالغة الخطورة ليس فقط لأنه يجهز على حرية التعبير، بل لأنه يضع نصف الشعب العراقي في السجن كما ذكر ذلك مختصون في حقوق الإنسان. إذن الخطر المحدق بالعمل الصحفي والإعلامي في العراق هو ناجم عن مسارين يعتمدهما النظام السياسي. المسار الأول يقوم على الانتهاكات وتكميم الأفواه من خلال مصادرة حرية الرأي وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة بالتوازي مع التهديدات وجرائم الاغتيالات والتغييب والخطف التي تطال الصحفيين والناشطين بشكل عام، ومن يبدون مناهضة للنظام السياسي أو الذين يكشفون فساد العملية السياسية وتداعياتها على نحو خاص. المسار الآخر هو وإنزال العقوبات بحقهم وما يترتب على ذلك من اعتقالات أو مصادرة معدات وإغلاق مكاتب ومداهمة مقرات القنوات الفضائية، تحطيم المحتويات، إيقاف البث وما إلى ذلك. نعم. هذا المسار في الحقيقة هو أشد خطورة من سابقه. لماذا؟ لأنه يغلف الجرائم والانتهاكات بغطاء قانوني ويمنح السلطات الحكومية حقا في تجريم مناهضيها، بينما هو في الحقيقة ليس بحق وإنما تعسف في استخدام الباطل من أجل المحافظة على السلطة وتثبيتها، وهنا يكون مكمن الخطورة على العمل الصحفي وعلى الحرية الصحفية في العراق. نعم أستاذ معاذ، ابقى معي لو سمحت. بالعودة إليك أستاذ مصطفى كامل، بطبيعة الحال يعني مكتب قناة الرافدين الذي كان يعمل في العراق عام 2006 أيضا تعرض للاستهداف بسيارة مفخخة، وكان الهدف قتل العاملين وقتل أي بادرة لنقل الحقيقة أو أي وسيلة لنقل الحقائق للناس. طبعا نتحدث عن 20 عام وربما أكثر من عمليات استهداف العمل الصحفي في العراق، وقناة الرافدين طبعا أيضا عراقية وأيضا استهدفت لأنها يعني تسلط الضوء على الحقائق وعلى جرائم الاحتلال. وجورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي الأسبق في حينها كان يتحدث عن مبررات غزو العراق،
أنه لنقل الحرية لهذا البلد الذي لم يرى الحرية، وجاءت الحرية إلى العراقيين، وعمر الحرية الآن 20 سنة. برأيك ما هي الأطراف الدولية المستفيدة من اغتيال العمل الصحفي والتسبب بكونه الأخطر عملا في العراق؟ كل الأطراف المستفيدة من مشروع غزو واحتلال وتدمير العراق وتحطيم قدراته وتخريب نسيجه الاجتماعي هي تعمل بشكل جدي على تخريب حرية الصحافة، الحد من حرية الصحافة، على تسميم الأجواء في العراق، على إشاعة الفتن والمشاكل الطائفية والمذهبية وروح الكراهية بين العراقيين. هذه كلها عبر وسائل الإعلام التي تستخدمها أجهزة السلطة وميليشياتها وأحزابها الإرهابية. كل هذه الأطراف مستفيدة بشكل أو بآخر من هذه الجريمة. الاحتلال الأمريكي أولاً هو المسؤول الأول والمستفيد الأول من هذا الوضع الشاذ. الاحتلال الإيراني يأتي كذلك في مرتبة متساوية أو أحياناً متقدمة على الاحتلال الأمريكي في مدى استفادته من الأجواء الإجرامية التي تواجه الصحفيين في العراق. عملية غلق الأفواه هذه تخدم المحتل وتخدم عملاء المحتل الذين أسرفوا في إجرامهم في العراق، عندما يعني وجه المحتلون الأمريكيون في الأيام الأولى لعمليات غزو العراق الإرهابية والإجرامية وجهوا نيرانهم المباشرة للصحفيين، ونحن كنا يعني في موقع الحدث مباشرة، وسقط عدد كبير من زملائنا الصحفيين من مختلف الجنسيات ومن مختلف المهن الإعلامية، سقطوا بنيران العدو الأمريكي أثناء الغزو. كل ذلك لأجل كتم الحالة الإعلان عن الحقيقة وكشف المآسي التي ارتكبها العدو الأمريكي خلال عمليات غزو العراق سنة 2003. بعد ذلك يعني واصلت كل الجهات المستفيدة كما قلت، وهي المحتلين أو المحتلون الأمريكيون والإيرانيون وعملائهم في العراق، واصلوا جميعا حالة الإجرام في العراق وحالة التخريب في العراق، فأنشأوا العديد من أو استخدموا العديد من الإجراءات، استخدموا الوسائل الإدارية واستخدموا الوسائل القانونية والقانونية الظالمة طبعا وليس القانون العادل، واستخدموا وسائل الميليشيات والإرهاب المباشر وبحرق المقرات وبقتل الصحفيين وقتل الكتاب وإبعادهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم وإلى آخره. وهناك جانب آخر في موازاة ذلك، أشاعوا عبر وسائل إعلام أنشأوها، قسم منها أنشئت بدعم مباشر من الاحتلال الأمريكي بالمناسبة. في السنة الأولى لغزو العراق أنفق المحتلون الأمريكيون ملايين الدولارات لإنشاء شبكة واسعة من وسائل الإعلام، سواء عبر يعني من خلال وسائل إعلام تلفزيونية أو صحف أو إذاعات أو مواقع إنترنت وإلى آخره. هؤلاء أنشأوا هذه الوسائل لتبييض صفحاتهم الإجرامية ولارتكاب عملية التخريب الاجتماعي في من خلال نشر الطائفية ونشر روح الكراهية وتخريب بنية ونسيج المجتمع العراقي. هذه أعمال تقوم ب أو يعني هذه مسارات تعمل في العراق بالشكل متوازي، الجانب الإداري والقانوني والميليشياوي وأيضا وسائل التخريب الإعلامية التي يشهدها العراق. العراق لا يشهد حرية كما يزعم، يشهد حالة من الفوضى ومن التخريب المتعمد للوسط الإعلامي وللقيم الاجتماعية. الحرية إذا لم تكن مسؤولة فهي حالة فوضى وحالة تخريب. هناك فرق هائل يعني هائل جدا بين عملية الفوضى وبين الحرية المسؤولة الملتزمة بقيم المجتمع وبما أهمه الوطنية، والتي تطلب من المواطنين الحشد باتجاه
أو التعبئة باتجاه القيم الاجتماعية والقيم الوطنية والقيم الأخلاقية والدينية التي تسود في هذا المجتمع، بينما يجري الآن عملية تخريب مناقضة أو مناهضة بالضد من هذه القيم الأصيلة التي يفترض أن تسود في المجتمع العراقي. إشاعة المحتوى الهابط لسنوات طويلة فسح لهم المجال، لهؤلاء الذين يخربون الإعلام ووسائل سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد، سمح لهم لسنوات طويلة بالعبث بالقيم العراقية. الآن بدأوا يحاولون، يعني بعد أن انتشرت الفضيحة وكبرت بحيث لا يمكن حصرها وتحديد آثارها، بدأوا يحاولون إشاعة أو تشريع قوانين تحد من هذا المحتوى الهابط. هم نشروا هذا المحتوى الهابط وسمحوا له بالتمدد والانتشار والعمق ودفعوا له مبالغ. هناك الكثير من الوثائق التي تصدر بين حين وآخر تؤكد أن أجهزة السلطة هي التي تمول هذه الصفحات المخربة، هذه المواقع الإجرامية والمواقع اللا أخلاقية التي تبث سمومها لتخريب المجتمع العراقي، إنما تمول بالمال العراقي من قبل أجهزة السلطة. هذا حصل عبر السنوات الإحدى والعشرين الماضية، وما يزال يحصل وسيبقى يحصل، لأن هناك مشروعاً أساسياً هو مشروع تدمير العراق، ومن أساسيات مشروع تدمير العراق هو تخريب اللحمة الاجتماعية وتخريب القيم الأصيلة التي يؤمن بها العراقيون، وإشاعة مفاهيم الإلحاد والإباحية والشذوذ وكل الموبقات التي شهدناها خلال السنوات. على ما يبدو هي هذه الحرية التي يتحدث عنها عمار الحكيم. هذه هي الفوضى التي جاء بها المحتل الأمريكي والإيراني للعراق بهدف تخريب العراق وتدميره بشكل كامل. نعم، بالتأكيد هناك من ينبري ليصرح تصريحا يمثل تصريحه المفهوم الحقيقي لمصطلح الحرية لدى جميع السياسيين الذين هم ضمن نظام المحاصصة الذي ربما يؤسس الآن من خلال جمهورية التخويف وجمهورية آلة القمع للعمل الصحفي، يؤسس بحسب ما يرى الكثير من المراقبين لنظام ديكتاتوري هو حقيقة قائم منذ ما بعد عام 2003 من خلال اغتيال الحقيقة والكلمة الحرة. هكذا يرى الصحفيون في العراق، معظم الصحفيين يرون العراق والعمل الصحفي بهذا الشكل. ابقى معي أستاذ مصطفى لو سمحت. أستاذ أحمد العلواني، بالعودة إليكم مرة أخرى، العراق الآن أصبح أنموذجا يحتذى به بين الدول مثلما بشر به الأمريكيون قبل احتلال العراق. هذا هو الأنموذج الذي يحتذى به بين الدول، يتسم بالحرية التي وصفها الأستاذ مصطفى أنها فوضى، والحرية بمعناها الحقيقي ليست هكذا. الحرية ربما موجودة في دول أوروبية، موجودة في حتى في الولايات المتحدة الأمريكية بمفهوم معين ينطبق وفق قيم المجتمع الأمريكي أو القيم الأوروبية، ولكن هنا استهداف الهوية العراقية من خلال الفوضى الخلاقة التي تحدث بها الأمريكيون قبل احتلال العراق. نجد الآن العراق خلال هذه الفترة قد تحقق وفق الأهداف الأمريكية. سيد الكريم، يعني بعد 2003 تم احتلال العراق عسكريا وثقافيا. يعني مشروع احتلال العراق طبعا على فكرة بدأ بمؤامرة ثم مشروع، حتى هنالك في وزارة الخارجية الأمريكية يعني تم الإفصاح عن 16 مجلد حول تخطيط العراق ما بعد صدام حسين ومشروع احتلال العراق ما يسمى العراق الجديد. هذا هو إشاعة الفوضى، إشاعة القتل. اليوم العراق يعني يتذيل القائمة بجميع النواحي، من ناحية الصحافة، من ناحية التعليم، من ناحية الخدمات، الصحة. لذلك يعني هو كان احتلال ثقافي،
مثل ما تكلم يعني الأساتذة تكلموا يعني بموضوع انه اشاعه ثقافه المحتوى الهابط، اشاعه الفوضى، اشاعه الطائفيه، كل ذلك هو ترعاه يعني احزاب، وهذه الاحزاب هي من تكون السلطه في العراق. حتى في دول الغرب اليوم، يعني في دول الغرب هنالك متسع من حريه الصحافه والتعبير، وهنالك معايير وهنالك قوانين وانظمه، كل الدول تضمن وتكفل هذه المعايير بالمقابل انه يكون هنالك محتوى يليق بهذه، يليق في الدوله ويليق بالصحفي وبالصحفي والاعلامي والكاتب. اما في العراق نحن لا توجد لدينا معايير، لا توجد لدينا ضوابط، وهذا شيء يعني بشكل متعمد. يعني العراق اليوم يعاني من نشر الجهل والتخلف، وهذه طامة كبرى. الغاية من ذلك هو بعد الاحتلال نشر هذا الشيء للسيطرة على الشعب العراقي، لجعل هذا النظام السياسي يحكم من خلال نشر التخلف والجهل. أستاذ أحمد، ألا يعتبر طبعا الحديث عن المحتوى الهابط ومكافحة المحتوى الهابط، ألا يعتبر تصريح الحكومات بادعاء حرية العمل الصحفي في العراق وحرية نشر الحقيقة ونشر الوقائع، ألا يعتبر تصريح السياسيين هؤلاء أيضا من ضمن المحتوى الهابط لأنه يكذب؟ نعم، السياسيين جميعهم اليوم يدافعون عن هاي السلطة، هي سلطة العصابات. نقدر نقول العراق تحول إلى سلطة اليوم تحكمها حقيقة، يعني هذا وفق دراسات وفق مراكز الأبحاث، العراق تحول إلى حكم العصابات والجماعات المسلحة. يعني النظام في العراق هو لا يوجد نظام ديمقراطي حقيقة، يعني يوجد نظام ترعى أحزاب، وهذه الأحزاب لديها أذرع مسلحة تتصدى لكل من يريد كشف الفساد، كشف إدارة المخدرات في العراق، إدارة الجريمة المنظمة، إدارة تجارة الأسلحة. اليوم العراق يحتوي على أكبر شركة لإدارة لتجارة الأسلحة، بلاك شيلد مقرها في العراق. لا يمكن اليوم أي صحفي أن يكتب حول هذه المواضيع لأنه سوف يقتل من قبل هذه الأطراف وهذه الجهات. لذلك إحنا اليوم يعني في العراق لا أبدا، يعني الموضوع خارج عن حده، لا يوجد لدينا معايير، لا يوجد لدينا تنظيم للصحافة. تكلمنا عن فاشينستات، تكلمنا عن ضباط، يعني منحهم اليوم حتى نقيب الصحفيين العراقي اليوم لا يقدر أن يحمي الصحفي. هنالك صحفيين يا ترى أستاذ أحمد، هذا الأمر هل من مصلحة دول إقليمية مجاورة للعراق؟ نعم بالتأكيد. كيف؟ بالتأكيد يعني لأن هذا الشيء هو عدوى ينتقل إلى جميع البلدان. سيد الكريم، دول جوار العراق، كثير من دول جوار العراق لا تريد عراق مستقر، تريد أن ضرب النسيج العراقي، تريد إشعال الحروب والأزمات في العراق حتى تبعد النيران عن 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 بلدها وعن مصالح شعبها. لذلك تصدر هذا الشيء، تصدر الخطابات طبعا الطائفية أحد أدواتها وانتشارها في العراق، الحرب الطائفية وأدوات المهمة هو الإعلام، استعمل الإعلام لضرب النسيج العراقي وتشتيت النسيج العراقي. والتصريحات حتى اليوم، تصريحات المسؤولين والسياسيين ورجال الدين في العراق عبر الإعلام هي تصريحات مسمومة موجهة لخدمة مصالحهم ولضرب النسيج العراقي. لذلك يعني الوضع في العراق نقدر نقول إحنا اليوم لا توجد صحافة، أنا متأكد من هذا الكلام، لأن يعني اليوم أي صحفي لا يمكنه الكتابة بشكل مستقل إطلاقا. يعني حتى ظهورنا في القنوات يجب أن يكون يعني ضمن ضوابط، لا يمكننا الكلام بشكل يعني التعبير عن حريتنا بشكل أوسع، لا يمكننا انتقاد السلطة، لا يمكننا كشف المتورطين الحقيقيين في تجارة المخدرات لأن هم مرتبطين بالحكومة، لا يمكننا تجارة الجنس، تجارة الأعضاء، نشر الدعارة، كل ذلك يعني هنالك جهات تراقب هذا الشيء. لذلك يستعملون القضاء، تارة يستعملون القضاء وتارة يستعملون الكاتب. هذه السائد في العراق. نعم. شكرا أستاذ أحمد العلواني. دكتور معاذ البدري، من وجهة نظرك إلى أي مدى استفادت إيران من قمع الصحافة واغتيال الصحفيين
واغتيال نقل الحقيقة في العراق من أجل مصالحها؟ طبعا بشكل عام في هذه الحياة وفي جميع مراحلها وتجاربها على مر التاريخ ثمة اتجاهان لهما المصلحة شبه المطلقة في تقييد حرية الصحافة وحظر نقل الواقع كما هو. إما أن يكون البلد الذي يعاني من هذا بلدا محتلا تتحكم فيه سلطة الاحتلال وقواته ومرتزقته، أو أن يكون بلدا خاضعا لنظام استبدادي أحادي ينتهج الطغيان والديكتاتورية في إدارة شؤون الحكم. وما شاء الله عندنا في العراق كلا الاتجاهين يعمل على ذلك. الاحتلال المزدوج للإرادتين الدولية والأقليمية ما يزال هو المتحكم في الشأن العراقي من واجهة مشروعه السياسي الذي يعبر عنه النظام، يعني نظام العملية السياسية، وما ينتج عنه من حكومات تعاقبت في بغداد على 9 مراحل. هذه الحكومات اتخذت في جميعها وما تزال تتخذ من الدكتاتورية والاستبداد والإقصاء والقمع السبيل الوحيد للضمان بقاء هذا النظام قائما بما يحقق مصالح وأهداف الاحتلال. إذا نظرنا إلى مصالح وأهداف الاحتلال، وعندما نقول اليوم الاحتلال ليس كما نقوله قبل 10 سنوات مثلا. الاحتلال سابقا كان الاحتلال الأمريكي هو المهيمن وهو المتحكم، وكان الوجود أو الإيران عبارة عن نفوذ أخذ يتطور إلى تغول ثم إلى تحكم إلى أن أصبح الآن احتلالا موازيا للاحتلال الأمريكي. وذلك مصطلح الاحتلال اليوم حينما نعبر عنه نعني به الاحتلال المزدوج المتخادم الأمريكي الإيراني. فكل المصالح التي تنتج عن الإجراءات التي يمارسها النظام السياسي هي مصالح مقسمة وفق محددات اتفق عليها الطرفان الأمريكي والإيراني مسبقا، وما زالا يتفقان على كثير من المحددات والمساحات المشتركة بينهما. إذا كان واقع الحال في العراق مؤطر لهذا الإطار، فإننا أمام العديد من المستويات التي لا ترحب بالحرية الصحفية على وجه الخصوص، فضلا عن تجافيها مع الحرية الأخرى على اختلاف أنواعها. لكن هنا اسمح لي أخي أن ألخص لك 3 مستويات فقط تدلل على حرص منظومة الاحتلال المزدوج ومشروعه السياسي الذي ينقاد بوجه نحو إيران ووجه آخر نحو الولايات المتحدة، على حرصه على مصادرة حق الصحافة في العراق وحرياتها من أجل الظفر بمصالحها. المستوى الأول يتعلق بالأداء السياسي الذي يتخذ من مساحة الفشل المتراكب والمتراكم ميدانا يسير فيه على مدى 21 سنة. إذا تناولنا مثلا ملف الانتخابات ومسرحياتها المتلاحقة وما يسمى الاستحقاق الانتخابي، فإن الكثير مما يجري في الكواليس غير مدرك بالنسبة للكثير من العراقيين وغير العراقيين ممن يرصدون المشهد من خارجه، لأن قنوات الإعلام ومصادر الصحافة التي تروج للواقع السياسي جميعها ناطقة بلسان النظام أو بلسان أحزاب السلطة فيه. هذه المصادر تغيب ما تريد من الحقيقة وتعلن عما يحقق لها مآربها فقط، فلا يتم التعاطي مثلا عن ظروف تشكيل الحكومات التي تتم بما يسمونه التوافق السياسي المنتجم مع المحافظة لا على أساس الاستحقاق الانتخابي، بمعنى أن أصوات الذين صوتوا وانتخبوا ذهبت هباء ولم تعد لها قيمة. وحين توجد منافذ صحفية رصينة تكشف هذه الحقيقة، فمن المؤكد أن معادلة المشهد السياسي ستنقلب رأسا على عقب. لهذا تلجأ السلطات إلى قمع أي صوت أو مصدر معلومة يسلط الضوء على هذا النوع من الحقائق. وبذكرك عن مصلحة إيران بهذا الموضوع، المثال الواضح والصريح عندنا تشكيل حكومة الاحتلال التاسعة التي هيمن عليه الإطار التنسيقي الذي تتحكم به طهران. لن يكون لهذا الإطار أي استحقاق انتخابي في عملية التصويت الانتخابية أو في مسرحية التصويت في الانتخابات، لكن مع ذلك الذي شكل الحكومة هو الإطار التنسيقي بتوجيه إيراني محض، قياسا على قاعدة أو ما يسمونه كما قلت لك التوافق السياسي. المستوى الآخر من مستويات يعني المستويات التي يرغب النظام السياسي في العراق البقاء عليها من أجل المحافظة على مصالحه من خلال تغييب الحق في العمل الصحفي، هو الفساد المالي والإداري الذي يهوي بالعراق إلى ما هو دون القاع. الكثير من جرائم الفساد والسرقات الممنهجة لا تعرف حقائقها وتذهب التحقيقات بشأنها أدراج الرياح. ثم ما يتعلق بالمتورطين بهذه الجرائم يطلق سراحهم والتستر عليهم، الكثير منهم بعيدون جدا عن الأضواء، ولذلك تتعمد السلطات الحكومية التي تنتفع من هذا الفساد المالي والإداري بأن تجعل الصحافة بعيدة كل البعد عن الوصول إلى حقيقة هذا الأمر. قس على ذلك
فيما يتعلق بالمصلحة الإيرانية تحديدا على تحديدا يعني في هذه قضية الفساد المالي والإداري، جرائم التهريب، جرائم المخدرات، كلها يعني تصب في مصلحة النظام الإيراني بشكل أو بآخر. زد عليه ذلك الموضوع تهريب العملة وموضوع الصادرات الإيرانية إلى العراق وإخفاء حكومة بغداد من التعامل مع ما تسمى العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، كل ذلك يتم بطريقة بعيدة جدا عن التسويق الذي يستحق أن يسلط عليه الضوء من قبل وسائل الإعلام. نعم قد يتم تناوله في خبر عابر أو في شريط إخباري أو في موجز من الأنباء، لكن الحقائق والمتعلقات به بعيدة كل البعد عن أن تصل إلى المتلقين، وذلك بسبب التضييق المشدد على حق التصريح أو على حق الإدلاء بالمعلومة. أخير المستوى الأخير في هذا الجانب هو تمثله الطائفية ومشاريع التغيير الديمغرافي. هذه التحركات التي تجريها أحزاب السلطة وميليشياتها، وطبعا بدفع ودعم إيراني خالص، تجري في ظلال بعيد كل البعد عن أضواء وسائل الإعلام. انظر إلى أحكام الإعدام، جرائم التعذيب في السجون، التهجير والنزوح القسري، التغييب وما إلى ذلك، سطوة الميليشيات واستيلائها على الأراضي والعقارات والأموال، هذا كله يجري في العراق على قدم وساق لا يطلع عليه الآخرون، حتى من غالبية الشعب العراقي لا تصلهم الحقائق كاملة عن هذه الجزئية، نتيجة فرض السلطات الحكومية حالة من التضييق المشدد على وسائل الإعلام. نعم إذا نعم أكمل أستاذ معاذ. المصلحة التي يجنيها النظام السياسي. نعم أكمل أستاذ معاذ، إذا كان عندك شيء أن تريد أن تضيفه. عفوا، هل عندك شيء تريد أن تضيفه أستاذ معاذ؟ جزئية بسيطة فقط فيما يتعلق بمصلحة النظام السياسي من بقاء حرية الصحافة مقيدة. إذا تنظر اليوم إلى مكاتب وكالات الأنباء العالمية، لا نريد أن نسميها بأسمائها، لكن كبرى وكالات الأنباء والأخبار العالمية التي لها مكاتب في بغداد لا تستطيع أن تنتج تقريرا واحدا بعيدا عن الرواية الحكومية التي هي بضبط الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية. نعم. شكرا جزيلا أستاذ معاذ البدري. أخيرا أستاذ مصطفى كامل في دقيقتين لو سمحت، يعني بعد هذه الفائدة الإيرانية من تكميم الأفواه في العراق على المستوى الديموغرافي، على المستوى الاقتصادي، ما هي تداعيات ذلك على المواطن العراقي إن استمر تكميم الأفواه لصالح المصلحة الإيرانية؟ يعني هو الموضوع انعكاس هذا للمواطن العراقي ليس في موضوع تكميم الأفواه فقط، هو في موضوع كل الجرائم التي ترتكب وتمارس ضد المواطن العراقي، ابتداء من سرقته، من الإرهاب الذي يتعرض له، منع من التعبير، الظلم الذي يتعرض له، استخدام القضاء كسيف مسلط بالباطل على رؤوس العراقيين، عملية النهب الواسع التي نشهدها في العراق منذ 21 سنة، كثير من الإجرام الذي الطائفي، عملية التغيير الديمغرافي، الآن حملة الإعدامات التي وهي مجازر إرهابية يجري ارتكابها ضد فئة العرب السنة من العراقيين، من شعب العراق يعني. هذه هي الانعكاسات الأساسية التي يعني يعاني منها المواطن العراقي. حرية التعبير أو انعدام حرية التعبير بالأحرى، هذه واحدة من المشاكل التي يعاني منها العراقيون، مواطنين عاديين وكصحفيين يعانون بشكل أكبر طبعا عندما يتعرضون عندما يقومون بواجبهم ويتعرضون للمشاكل الكارثية التي يعاني منها العراقي، يكشفون عن هذه الحقائق، فبالتأكيد سيعانون كثيرا. أما المواطن العراقي فتسحقه يعني كثير من العوامل التي نفذها وينفذها هذا النظام المجرم بكل مراحله عبر السنوات الـ21 الماضية، والتي أوجدها الاحتلال الأمريكي الإيراني، ويقوم بها عملاء الآن، عملاء الاحتلال بالنيابة. شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، وشكرا جزيلا للأستاذ أحمد العلواني، الكاتب والباحث السياسي،
وشكرا أيضا جزيلا للأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. في الختام مشاهدي الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.